يعني نبغى نخلص الآن شوي نحكي عن الفن قبل ما نحكي عن الأشياء الثانية يعني مع شذا. الآن شفنا كثير ناس ينزلوا سينجلز وفي بعض الفنانين إلى الآن بينزلوا ألبومات. برأيك إيش أكثر شيء مناسب لطرح شذا وليش؟ شوفي أنا دائما من بداياتي أنا ويا السينجل يعني لأنه السينجل ياخد يعني ياخد وقته والناس ده تسمعه وبالأخص إذا سينجل واحد يشتغل عليه ده يشتغل عليه من قلبه فحرام تحطه بين ألبوم لأن الألبوم يكون أكثر من 6-7 أغاني فأكو ضروري أكو أغاني حرام ما تاخد حقها فالألبوم أكيد فد شيء حلو لأنه هو بيظل في مكتبة الفنان يعني بيضل فد مكتبة إلى لطول العمر يعني بس السينجل هم فد شيء يعني حلو بالأخص إذا حسيت الأغنية سبيشل وحسيت الأغنية تريد الناس تسمعها أكثر وتاخد وقت بيها أفضل أكيد السينجل.